كيف بتهزم الشخص اللعوب وبطريقة مضمونة 100%؟ والشخص اللعوب عادة بيستعمل حيلتين نفسيتين من الذكاء العاطفي لتعليقك فيه والتلاعب فيك. أول طريقة هي نظرية التعلق والانسحاب التكتيكي. شو يعني؟ يعني هيدا الشخص ببداية العلاقة بيهتم فيك كتير وبيتواجد بحياتك كتير، ولما يلاحظ انه انت تعلقت فيه واصبحت متعلق فيه 100%، هون بصير ينسحب او يخفف اهتمام وتواصل. تاني طريقة هي جاذبية الرفض، اي انه من بعد ما يعلقك ايضا قد ينسحب، وايضا قد يقلك انه انا ما بدي كمل او خلينا اصدقاء، يعني بصير يرفضك بطريقة أو بأخرى، وبالتالي بحرك عندك شيء بسموه غريزة التحدي. وبالتالي هناك 3 أنواع من الأشخاص المتلاعبين. أول نوع هو اللي بيستعمل التلاعب للدفاع عن النفس. الشخص اللي عم بيستعمل للدفاع هيدا بطبيعة الحال ليدافع عن نفسه، انه او خلينا نقول انت ارتكبت شيء معين، غلطت شيء بشيء معين، او انت اللي بدأت بالغلط، او انت اللي بدأت بالتجاهل، وبالتالي صار يعاملك بهيدي الطريقة كردة فعله لحتى يحمي نفسه هو شخصيا من انك انت تستغله او تتلاعب فيه. اذا انت مش غلطان بحقه، هون ننتقل للنقطة الثانية، انه هيدا الشخص مريض نفسيا، يعني عندك الفيلوفوبيا اللي بخافوا من الارتباط، وبالتالي بيصيروا يهربوا لما هن يلاقوا نفسهم انهم تعلقوا بالشخص. عندكم البوردر لاين بيرسوناليتي او الشخصية الحدية اللي هي كل يوم بعقل، فكيف بتتعامل مع هالشخص؟ هالشخص مثل ما قلنا بتعطيه فرصة او فرصتين كحد اقصى، ولكن اذا لاحظت انه مرضه النفسي صار يأثر عليك سلبيا وصارت عم تتحمل هالشي حساب كرامتك، فبتعطيه فرصة مرة مرتين ومن بعدها بتعمل خطة الانسحاب التكتيكي. ثالث نوع هو الذي يستعمل التلاعب للهجوم وللاستغلال. وبالحقيقة هناك 4 طرق للتعامل مع النوع الثالث واللي هو موضوعنا لليوم، ألا وهو المتلاعب اللي بيستعمل التلاعب للهجوم عليك ولأزيتك بطريقة مقصودة. أول طريقة هي الثقة بالنفس. الشخص المتلاعب عادة ممكن يحسسك انه انت مش كافي بالنسبة لإله، او مش عم ترضيه، ليه؟ لحتى انت تصير تبذل مجهود اكتر واكتر وتعطي اكتر واكتر لحتى هو يرضى عليك، وبالتالي هيدا الشيء رح يكون مثل دوامة، يعني كل ما اعطيته اكتر كل ما هو رح يزيد من استفزازك بعدم الرضا، ودايما رح يحسسك انه ما في شيء انت بتعمله عم يرضي. فهون بدي منك انك تضلك واثق او واثقة من نفسك. ليه؟ لانه طالما انت بتعرف ضمنيا انه مش مقصر وانه بالفعل مش غلطان، فمش لازم تبرر، لا تبرر لهيدا الشخص وما تبذل فوق طاقتك لحتى ترضيه، بل على العكس استعمل معه اسلوب انه انا مش مقصر بحقك، واذا انت شايف انه انا مقصر او انا مش كافي بالنسبة لك على راحتك اللي بدك يعمله، وانا بتقبل اي قرار انت بتاخده. هيدي الجملة بتدل انك واثق من نفسك اولا، ثانيا انه عندك القدرة على الاستغناء، وبالتالي الشخص المتلاعب لما يلاحظ انك واثق من نفسك وعندك القدرة على الاستغناء عنه رح يضعف ورح ينهزم، لانه رح يحس حاله مش قادر انه يتلاعب فيك او يسيطر عليك. تاني طريقة هي اللامبالاة، يعني يجب أن تتقن فن التطنيش أو فن التجاهل مع الشخص لما تلاحظ إنه هو صار عم يتقل عليك أو ينغر أو يعني يحاول يبتزك بطريقة أو بأخرى. فهون بدي منك تخفف عطاء وتخفف اهتمام، وأن توحي لهذا الشخص إنه عندك انشغالات تانية وعندك أشياء أولويات بحياتك، مش هو الأولوية ومش هو الرقم واحد، بمعنى أنك تحسسه أحيانا أنك مشغول بأي شيء تاني غير هو، سواء عمل أو علم أو أصدقاء أو عيلة أو حياة اجتماعية، يعني بأي طريقة تحسسه أنه مش أنت الأولوية وأنا عندي أولوياته وبقدر أكون مشغول عنك بكتير قصص تشغلني واهتم فيها غيرك. هيدا الموضوع أيضا اللامبالاة أحيانا وعدم الاهتمام أحيانا مش دايما
لأنه أوقات مثل ما قلنا لازم نهتم، وأوقات لازم نخفف ونحسسه إنه نحن مشغولين، وبالتالي هون عم نلعب نفس لعبته أو نفس سلاحه اللي هو بيستعمله الأون أوف، وهيدا الشيء رح يوحي لهيدا الشخص إنه أنت غير مضمون، وأيضا إنه أنت عندك قصص تانية كتير أهم منه بحياتك. ثالث طريقة هي علاج إدراكي، يعني يجب أن تدرك شغلة كتير مهمة إنه ما تعتبر نفسك مرتبط لهيدا الشخص لحتى يتعدل سلوكه ويرجع يصير يعاملك بالطريقة المضبوطة وبالطريقة الصحية. إذا تعدل سلوكه كتير منيح، إذا ما تعدل وبقي يتلاعب أو غياب ورجوع أو ابتزاز واستغلال وغيره وبقي على هيدا المنوال، فهون أكيد يجب أن تدرك أو ما تعتبر نفسك إنك مرتبط بهيدا الشخص. لا، لأنه الوقاية خير من العلاج، كي لا تصاب بالخزلان أو بالصدمة العاطفية. يعني إذا هو حطك على الرف حطه على الرف، إذا هو معتبرك احتياط أو بديل أو خطة بديلة بحياته أيضا اعتبره أنت احتياط أو خطة بديلة بحياتك. رابع طريقة هي خاصة فقط للرجال والرجال المتزوجين خاصة. بيوصلني كتير استشارات أنه رجال عم يتعرضوا للابتزاز من زوجاتهم من ناحية العلاقة الجسدية، يعني ما بتعطي العلاقة الجسدية إلا مقابل شروطات معينة أو لحتى يحقق لها غايات أو طلبات معينة. وبالتالي إذا كنت رجل أو زوج وتعرضت لهيدا الموضوع من زوجتك، ففيك تطلب مرة أو اثنين كحد أقصى. إذا بقيت تستعمل نفس الأسلوب الابتزازي معك، فهون مش لازم أبداً إنك تطلب المرة الثالثة، بل يجب أن تتوقف كلياً ونهائياً وتحسسها أنه أنت مش فرقاني معك هالموضوع من أصله. لو كنت بأقصى حاجة لهيدا الشيء مش لازم أن تطلبه مرة ثالثة، وبين لأنه عراحتك وإنك مش مهتم. وبالتالي المرأة هون لما تشوفك إنك بطلت مهتم وبطلت تطلب وهالموضوع بطلت قادرة تستعمله ضدك، إذا بدها تحافظ عليك ولو 1% هي اللي رح ترجع تطلب أو رح ترجع تبادر، لا لأن رح تحس إنها ممكن تخسرك. فأما إذا ما كانت فرقانة معك غير غير مصلحتها وإنها تستغلك، فهيدا موضوع تاني. وبحب أقول لك إنه البعد عنا أفضل من الاستمرار معه.